السلام عليكم، مرحبا بكم في مدرسة أمنياتي لتعليم السياقة. اليوم رانا مع حسام. حسام صباح النور. صافا وليدي لاباس؟ الحمد لله. راك تخدم لنا كرينو كيما وريت لك وفهمتك، انت اخدم وانا ندير الفيديو لكل المترشحين واحد اخرين تاعنا يا اخي. يلا على بركة الله، ما تنساش الإشارة، ما تنساش الفرام. انا حين نبدا اول الدرس تاعنا، احنا قلنا يخرج غير بالعقل، يدور الفولون تاعو، راح باش يسقم السيارة تاعنا. دوكا هنايا الروج تاعنا راهم قبالة، يعاود الكونديدا تاعنا يدير المشاريير ونسى الإشارة تاعو، يجي مباشرة لهاد البيك تاعنا. ياخ دار المشاريير تاعو، راهو جاي. الروج تاعو ما يليقش يعوجهم، نجو بيهم قبالة. صح، نجو قبالة حتى لهنا. ستوب، نديرو الإشارة تاعنا وغير الاتجاه تاعو. طلع شوية راهو يخدم باش يجيب النقطة اللي كنا نشوفوها داخل السيارة مع هاد البيك. سيبو هنايا يحبس، هربت لك شوية، يعاود يقلب كلش، يجيبها سوا. يعطيه الصحة الكونديدا تاعنا، خدمها بيان، دايما نشوفوا الاستقامة تاعنا. طري بيان، يعطيه الصحة، برافو حسام. حسام يعطيك الصحة، بارك الله فيك، درستنا تقول لك مرحبا بك عندنا. واش قلنا، تسهل ولا واعر؟ سهلة. ها يا بيان، ربي يوفق ان شاء الله. السلام عليكم وطريق سلامة للجميع.